جريمة أصحاب التاكسي في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود. أحداث القصة بتدور سنة 1386 هجرياً الموافق 1966 ميلادياً في منطقة عسير بالسعودية، في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود رحمة الله عليه، اللي يعتبر ثالث ملوك السعودية. بدأت القصة لما في شاب اسمه محمد من منطقة عسير أخذ أجازة قصيرة من مكان عمله بجدة وسافر علشان يتجوز بنت عمه ويقيم مع والده في نفس البيت. محمد شاب خلوق جدا، مشهود له بهدوء الطباع وقلة الكلام. بنت عمه كانت فتاة جميلة مشهود لها بالحسن الملفت للنظر وصاحبة بشرة بيضاء. أقيمت مراسم الزفاف وسكن محمد في بيت والده لمدة 10 أيام. بعدها قرر يسافر لمكان عمله بجدة مع زوجته. جمع محمد وزوجته ملابسهم وطلعوا على موقف سيارات الأجرة بمنطقة أبها وركبوا سيارة بيجو 8 راكب، وشاف محمد أنه أنسب مكان ليه وزوجته آخر مقعد في السيارة، وبدأ السائق ينادي جدة في انتظار اكتمال العدد. التفت السائق لزوجة محمد اللي كانت محتشمة بالكامل، بس لمح إيديها اللي عليها رسمة حنة الزفاف وبشرتها البيضة، وحركت في نفسه أفكار شيطانية. زادت وساوس الشيطان وطلب من محمد ينتظره في السيارة بحجة انه يبعد شوية وينادي على الركاب من الطريق علشان يكمل العدد. فعلا سابهم في السيارة وراح يبدأ في تنفيذ فكره الشيطاني. اتصل السواق بثلاثة من صحابه فاسدين الاخلاق وحكى لهم انه معاه شاب طيب وساذج وضعيف ومعاه زوجته جميلة جدا، واتفق معاهم ان يقابلهم في مبنى مهجور في طريق الباحة. والطريق ده بيستخدمه السواقين كاستراحة في حالة انه غلبهم النوم، ويخطفوا زوجة محمد منه ويتناوبوا اغتصابها. وافق اصدقاء السوق على الفكرة وسبقوا الجاني للمكان المهجور اللي اتفق معاهم عليه، ورجع تاني السواق للسيارة اللي فيها محمد وزوجته وركب السائق وقال له انه مفيش ركاب ولازم يتحرك علشان الوقت ما يتأخرش، وهو على الطريق. وقعد محمد قدام جنب السواق وزوجته قعدت في المقعد اللي في الوسط، ودار حوار بين محمد والسواق في الطريق، وكان السواق بيحكي له ان هو راجل بيسعى في الخير وبيتكفل بالايتام وبيوزع صدقات لمحتاجين في بيوتهم اللي على الطريق وهو مسافر، ده غير الامانات اللي بيوصلها لاصحابها. وفجاه انحرف السائق عن الطريق العام لطريق جانبي، واقنع محمد انه رايح يدفع صدقه لناس محتاجها في المبنى اللي على الطريق. وضايق والسواق استخدم كلاكس العربيه فخرج من المبنى ثلاثه من صحابه. فتحوا الباب وبكل قوة شدوا زوجة محمد وكشفوا وشها وقطعوا من ملابسها، وهي تصرخ بأعلى صوتها وتنادي على زوجها، وهو بنفس الهدوء ومتماسك الأعصاب قال لهم إيش اللي تردونه؟ ردوا قالوا نريد زوجتك. فكان ردوا الأمر ما يحتاج هذا يا جماعة، استروا علينا وخدوها بالخرابة واتركوني بالسيارة، وبعد ما تنتهوا نواصل سرنا وننسى الموضوع. صدق المجرمين إن محمد فعلا شخص ضعيف ومسكين، وشدوا زوجته على المبنى المهجور وهي بتصرخ بكل قوتها وبتقومهم. بس المفاجأة إنه بمجرد دخولهم المبنى المهجور طلع محمد من وسط ملابسه مسدس ودخل عليهم المبنى، وكانوا لسه ما مسوش زوجته بأي سوء، وفاجئهم بطلق ناري في رأس الأول، وطلق ناري بين عينين المجرم الثاني، وطلق ناري في رقبة المجرم الثالث. ماتوا كلهم في الحال، وطلق ناري على الرجل السائق صاحب السيارة الأجرة شل بيها حركته. بعدها طلع ملابس زوجته من السيارة وشال السواق حطه في شنطة العربية، وركب هو وزوجته بس مش على جدة، طلع بالسيارة على الطائف مكان القصر الملكي للملك فيصل اللي بيقضي في أجازته. حاول الحرس منع محمد من مقابلة الملك لكنه أصر على مقابلته لأمر ضروري، وبالفعل سمح له الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود بمقابلته، وحكى محمد للملك فيصل اللي حصل معاه وقال له معايا شاهد في السيارة. كان الشاهد ده هو سائق السيارة الأجرة المحتجز في شنطة السيارة، وكان في حالة يرثى لها. اتنقل للمستشفى وبدأت التحقيقات معاه في الواقع. اعترف السواق بجريمته ومحاولة هتك العرض والاغتصاب وتعديه على حرمة الرجل. أصدر وقتها الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود حكم قصاص عادل تعزيز للحرابة، وأصدر الملك هدر دماء الثلاثة المجرمين اللي شاركوا في الجريمة وإسقاط أي تهم. رحم الله الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود وأسكنه فسيح جناته.